وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هدي آد اسكد ديدان إن آد ترسان نعم كإلهي سبحانه وتعالى مكو بكرتان، لكن نعم كاس أيقو آد فربضا وحندون يا إنا سي السريعة وبوبسيسة ودقدقة أن أشيقو شن نعمو نعمة كوبات ونعمة الإيجاد. الله سبحانه وتعالى أن أبوري أنك ونكد البنين سيدا قروح ذا بدن نو أبوري. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وحلا أبوري إنسان كأيا أو قروح بدن رنتي وأرن إلهي إلا أقول شكري أمضا سبحانه وتعالى. قضب كالباضو إنا إلهي أقول شكري أمضا ونعمة الإنسانية. الله سبحانه وتعالى مخلوقات كي سوي بذيهن حيوان يا عيان يا يعقل يا ما لا يعقل وحبت كتشري يا وح بنانكا سعونيا وحلا بلو قاضي يا وح اللو هين يا وح اللو كبضن له يا وح وذا الله ليا كلهم بدو كتشرا الله صو وقارصد الله عنب إلا كادي كري سبحانه وتعالى شمرتها وذا الله ليسو إلا كادي كري سبحانه وتعالى مكرافن كلو وح الله يبو إلا كادي كري سبحانه وتعالى. الله وحكو دورتي إنسان كرامله ولقد كرمنا بني آدم الله سأسوله سبحانه وتعالى إنسان كوانو كراميني قال كيسي مسلم كيسي الدنيا ذن أسقالو أسخرني والخيل والبغال والحامير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى وحيدين أبو ري الدنيا ذا وحد شوقونا إنا تكون راحيستان وأدعونتان ود عبتان ود كنت متعودان وإنسانك أيضا والنعمة الله بادو آدموين نعمة صدحاضو لذي حسوسين أي نفط إذي يتينبه وأنا أكبر نعمة وأعظم نعمة ونعمة الإسلام والإيمان. الله سبحانه وتعالى أصغى إبليس أبوري أصغى نبي محمد أبوري صلى الله عليه وسلم فرق قول حي أوفي صدى الإبليس اللعين وإله اللعنة سبحانه وتعالى فرعون قال أنا ربكم الأعلى إلهي بأبوري لكن مقابل كفيره الله نبي محمد أصدق أبوري ونبي آدم بأبوري عليهم الصلاة والسلام ونبي الله أنبياء ونم بأبوري إلهي سبحانه وتعالى أصدق النوع أبوري أي إلهي أذيك إيمانك ودورتي. الله أكبر ونعمة الإسلام ونعمة الإيمان يا أيها الإخوة وأنا نعمة أذوين وي يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ونعم أذوين الله سبحانه وجل وعلا إنه كان يقف مسلمة قف الله قرنية حذف كل الله أبو رنا قرنية أيضا كنت للحاد في سورة الذاريات رب العزة وحولها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أدون إلهي عابدية قرنية حذف كل الله أبو رنا إنه إلهي كان يقف ونعم أذوين قضبك أما نعمتك لو نعمة الفراغ والوقت ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب بل ويدي أضياش عرض له بحيله ما أنت يدي ابن علية أن كفى إذا يسن وقتك يجي لن يرى نماذا وشيء أذي أدغاله أي وقتك. أيها الإخوة نعم كاسولا ونعم لكم بكرم الله سبحانه وتعالى وحاودي سنة يا إنه نقدر قوك شكرية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت عدي أنك تقول نعم كألا كذب وحنوم ما هذه علينا يا إدارة يا مملكة أئمضة يا خطبة مشايخ يا علماء معلمين تا رد يا دمر أنت با رواد المسجد مسجد دار السلام رواد ديسة مؤذنين تيسة أنت اللي عاتك بحيسة أنت صوع عمرتا أنت كعبة ديسة أنت با وحنوم هذه علينا يا سودوين تقيمها بضن إيا أضيارين تضد كان لحلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أي وحكا قاتال. أما كلمة ذيذو وكلمة أذي آذو آذك وكلمة أذي آذنهي مؤة أركتد إذا خاص كأة وكلمة الله حريدة قفك مؤمن كأة إيا إنو نفتي سالة شاكيستو قفك مسلم كأة إنو نفتي سالة شاكيستو محايا لعلمة وحيدهان من لم يتأدب مع الله فوق الأرض أدبه الله تحت الأرض.
قف كان إلهي سبحانه وتعالى للك دشي سأن كجاء ذب سنين هذا للك هو سال وادبيا ها للك هو سال وادبيا من لم يتأدب مع الله فوق الأرض أدبه الله تحت الأرض محاسبة النفس ما يسكت ضيضي وقاب سؤاله مرنا إن أتلسو سيئات كذا هي حمانت هذا سيد أتلسو وراءك حلقة يا باقف إنك نقبض أدو صدقنا ويديو أو بقول لعكت إن أدخل درساته مثلا وحلقة يا باقف إن أدهدو مركا أغير تحاس كذا أدو شاكت أدهدو بقول دولار بانكو سوى بحصدي بقول يوران كسوى بحصدي مساجدك هبل وحاسر أدري هبل وحاسر أسمي حسنات كنا يكون ترسيهم بصورة قرى لكن كم ما قايد مع صدق الله أو أين نوت ترسنين نبي الله آدم ما لنت قيامة مركي اللي قاله رب العزة وحناشاك نبي محمد وحناشاك صلى الله عليه وسلم إنا يدد كله دونان أنت أبونا وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك أذيك إلهي سبحانه وتعالى قعنتي سكو أبوري ملائكة روحوا أمر إليكو سجودا أمام بك لداليان موقف كان نقال هذا الرب سبحانه وتعالى بل إنه نقبض باديو وحوليه دون نبي الله آدم لا أمر لي أمري بان خلاف قيد لي أمري إلى أن عرين بان عرين رب العزة وانكح الشورية ما يقدم بمن رب الله رستاقي دون مال انت قيام لحظة السنة هذه عمرك أقول لنا يا عبد الله يا أمة الله هذا عمرك أقول لحظة السنة أها أصلا كيف هردن بأن الله إيمان الله أياد بدبادين سنساس ما أها أياد لا يهرتيس لحظة دنبي أياد الله ارتقي لهيد وهذا السنة كيف الله يتوانك بلاد أنا أرى هل دنبي أياد كود عالي بل هاف كده هدنا بل سيوض هدنا أنت النوع اللي قدام بابي أنت منو ده اللي قدام بابي أنا بلطيري حاسب نفسك نفت هذا حسابي مدة كلا طاعة الله إيمان يسوع هي خيرك الله إيمان يساي دم ما وفي رسي إني لهي درتي أكاثي إنك له حلقة يا با قفكو حتى عبادة وصمين أيوة قيما بدن إني الرياء السمعة هلا قاشك شيبو ما رعي منصب كهل إلى ذو صمين يساي هلا قيا با الله سبحانه وتعالى قرآنك وحل سكواني قرآنك أقوي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله رب انتو إيمان وياري يتقونا أمري إنا سوتشي سنو انتو إيمان وياري أيها الدناء الله كعبسنا أمري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب العزة وحولي هاي بل نفول بها في رسو أو ها إيكتو أو ها أكورغشو بل وحي بريل هور برسوليس سفر كانت سفر كانت قلي دون تواليريا ما نعكر تأنت السفرتو هذا هو حبيسن أو صحي ودنين إنا سيوا ناكسن أو الشرف لإنا تكون قادم ماشي ربتي صورة قلبطة نين بوحو ليه أترضى أن تكون مع قوم لهم زاد وأنت بغير زادي ما كرى لتهايو نفتاضو ما كو قنع سنتها إنا صفر قشو لاتك كل الصعودان أي صحي وطان هذا قرأ هذا واح صحي وذن لكن صفر كاللقل يا واكن واكيه وصفر قبيل يا قبيل يا قبيل يا مال يا حولة وحبكو قبن دونين يا قرابة منا وصفر هذا دير وصفر كابن عابدين مركو سفيري ويلي سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني وفير صوت سفر كان قال يا وادريا هي سفر كان قال يا وادريا لفها يانا دقني ما يندريم يا زادنا موت سبحان الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ورصهاي قاطع ورصهاي لقاطع وحاقو قيمة بدن أو وفي عن أقوى ناقصا مد إلهي يكون بريسة إلهي يكون وينيسة مع صدر كافو وينيسة عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازقا فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النصر
تزول عن الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر عليك بالتقوى الله يا عبد الله كد دار تقوى الله محايا لي مجرن يسيد جيري وقت يكو إمانيس ولذلك علماء وحيدهان الدنيا ساعة فاجعلها طاعة الدنيا دو ساعة وحاتكو عمرتا ساعة طاعة الله محانو غباهي بغير ما انت يا الإخوة محانو غباهي بغير عن قلبي غير الله هذا الله محانو غباهي بغير عن قلوب تنصفينه كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون قلوب تؤدي مذوبات وخطروي سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني سبحانك يا رب أنا الباب هذا صوحي أنا استقرنا يا الله ما استقرنا يا ما يددك استقرنا يا أنا الباب هذا صوحي أنا بن آدم استقرنا يا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول دتك اسك قرينيان الله خالق أبوري وحبك قرصورينا اسك ما قرينيان ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلني ذنوب تنكون عيا الله بس قرني سبحانه جل وعلا ولذلك قال له حوري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد بل أنا رأينا نموذج من سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سيدا أي أصلا بأفهمين الدنيا ذا هدى أي تشوغين الدنيا ذا أي تشوغين وهذا كان الجنة ذا أن كلها ترتمعين أن سوقبته عمر بن الخطاب ومثل عجيبة حق جيسي لماذا وتسالة عجيبة حق إنفاقة وتسالة عجيبة حق عبادة طاعة الله وتسالة عجيبة حق عدلقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن يوزن عليكم أيضا منافسرة يا عمر بن الخطاب وأنا نقنقلي وأنا تطبيقي ورنفتين حسابا انت ان ليذن حساب والله وكلمة ويوي ورعماشي ان ميزان سارة انت ان مال انت قيامه ان اعماشي ان ميزان لسار ايو ليش عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الله سبحانه وتعالى وحو اماني دتك اله عابده الله اكبر الله وحو اماني دتك اسجع عابده إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون آيات كسورة المؤمنون هو يذن عائشة أي النبي قال سؤال توس ويديسي هذا ما لنا نسأل سؤال شيء ويديسي وحيتلي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون رسولك إله يوم كوا عبسرية قلوبته عبسرية كوا يتهي ما كوا الدنيا الخمرة عببة ما كوة الزينة استبع ما كوة توقد إيه وحضيبة مركاس النبي صلى الله عليه وسلم يا وحوي لي لا يبنى الصديق إلى صديق إماءها أو أيه ولكنهم الذين يصومون
ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم وحجر واكوا الصومة واكوا التكلة واكوا الصدقة اللبحة هذا روح يكون بقيان إلى الله أكبر إنك كأن الصلاة لبس الصلاة ومسيادك قلت كذا حسوه يستعينه يحي ولي من أولياء الله حليا كافي عن ورطة دي يا وكافي عن هم اللي متو كذو هم اللي متو كذو هم اللي مرمر بي مادا أدي يا كافي عن صفك ورد كنت كذا هم اللي صفك الله مادب كنت كذا أدي يا كافي عن هم اللي صفك أقدم بيو كنت كذا سكفيري نفت هذا وين أتوهنتا نفت هذا وين الله حساب تنتا عبادة ذني أدي وحكو قبن هضيت العبادة ونرسم شروط ولا توارك دونا بإذن الله تبارك جل وعلا إذا كوة عبصرية الدنيا دودة عبصرية آخرنا عبصرية وكوة كذا وكوة صومة وكوة صدقة بحصلة إهدرنا كبقية إلى الإله أسك أقبل إلهي وحيد أولئك يسارعون في الخيرات كوة ويكوة أدقتما أدقتما أكل أرتما خير كبو الله سبحانه جل وعلا تصالة عن قادرنا أبو بكر أيغانا قدوة إيو كديشان وغفرا محايا لوحيدي أو طريقة أو عصب أي لتشوغين أو سودقي أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن بذنبو أو يشري رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث بيقال قل يها قاركوت كتنغان لكن وأثر أبو بكر أوي هذا أوي ويدان إس كان كان أوه أنت أيضا ألا درتي أيضا كتاب محايا ندتك إلهي الدرادي أوي إلهي بأماني محاسي وقتش هذا وحوليشري والله لو أددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد حوليشري والله وأبو بكر لصعدة ومن العشرة المبشرين بالجنة وأبو بكر الصديق صديق هذه الأمة مؤكتهين تضبية طبن شير إن أن صلاة دكو أمانو أبو بكر كل بناروتين أرنتاس قف كستو مسلم مركو تكان أيو إنو له إله أبو بكر وديدي سئماري أما سورة الفاتحة أبو بكر لو شاقي ها الإمام الشنقيطي رحمه الله كتاب كسلي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الجزء الأول تفسير كسورة الفاتحة مركو مر يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أي وحيل وهنا تنبيه أرنتني وحاكين على الشيعة آيات وحير الدين يساوي للشيعة السلاح يا إمام الشنقيط رحمه الله محمد يا سيور الدين يسا وحيلي الله مركو الله سبحانه وتعالى اهدنا الله ونوحنون الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كوا النعمة يسوى الضوضي من الذين أنعم الله عليهم كوا الله النعمة يواكوا سورة النساء أي الله كشيغو يري فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم كوا يا أددك الله النعمة يي والضوضي إله يونا مريان نحن يا كوكا من النبيين يا الله مرة بقى والصديقين أليس أبو بكر باتفاق أهل العلم محال إلى أهل السنة والجماعة صديق هذه الأمة وأكوما وأبو بكر إذن انتبه هذا ظهره وانتباه سنما أنتكو انتباه إن الصلاة دادو أنسحي نمبا هذا أبو بكر خدا يعني أبو بكر وعددك الجنة اللي قبل بشاري وأنا خليف كي كوباد أي مسلمين وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم والراط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالخلد تصرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح طبعاً كاس هدى عن شاقني وأبو بكر ما بلغ هذا يوصيك مركز سوق قاضي وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه
وزيراه أبو بكر وعمر ثم عثمان أرجعوا خلافة كجرة بين علي وعثمان عند أهل السنة والجماعة لكن وحق فضي إيه مأها حق حكمك استقر الأمر على تقديم عثمان تقديم عثمان على علي صبا ضدك أسي وضدك خير كبضانا إنا كضا ينا أبا هنا ما بلاش ما جنة اللي هو بشاري أبو بكر كان نوع عاصة وحوليتري والله اللي وددت وحانش على الله أبوليتري أني كنت هذه الشجرة إنا نجيد إسكاء هذا الله عريو إنا أهذا عمر من الخطاب وحو أغري سورة والطور مركو مرة يا محي إن عذاب ربك لواقع فبكى واشتد في بكائه آد يا آد بؤوي وعمر صحابته وحي أهين فرسان بالليل رهبان بالليل فرسان بالنهار فرسان كلمة أقول علينا يا صحابة وحي أهين رهبان بالليل ركبان بالنهار ما نمت لو حي أهين رد درس عشر لما إلو بان السيئة قال هذا نعم مجاهدين رنة أو نبأة أو حقيقة أو دين تودد الدفاع بأهين ها همين كنا وحي أهين عباد إلهي أتاقن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وأنت وأنا ما أنت حالك أنك ورمه حالك أكور أذيك نفت هذا الرمو شيك جنة أبو بكر والربيء مضربتها ولذلك عمر وأوي إلى أهنت يسو أي قادة إنو حنون صدو سورة يسو عمر أو حنون صن أو لصوب وقان أيو حنون كلمها أيو آيات قرآن با حنون جسي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وحل اسكواني يا قرآن كأقوين إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا مركز أغري يسو وإنو قلبك قد بحية ألا إنما القرآن تسعة أحرف سأنبيكها في بيت شعر بلا ملل حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة حكم مثل قرآنك سقالك الرماد بكور رما قرآنك وحكور رما سقال الرماد ووين ننك شاعرك أبا كسو أروري أجل ألا إنما القرآن تسعة أحرف سأنبيكها في بيت شعر بلا ملل حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة حكم مثل أمثلة قرآنك ويقول بلانت حلاش يا حرامت قرآنك مركب